وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، فإن 97% من المياه الجوفية في قطاع غزة غير صالحة للاستهلاك البشري، وأن 95% من سكان القطاع لا يحصلون على مياه صالحة للشرب، وذلك بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، إضافة لسيطرته على أكثر من 85% من مصادر المياه في الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي دفع مؤسسات حقوقية لتقديم شكوى للأمم المتحدة ضد الاحتلال لإيقاف هذه الممارسات. دولة الاحتلال أيضا تفاقم من أزمات المياه من خلال العقوبات التي تفرضها، وهذا ما أشارت إليه الشكوى المقدمة إلى مقر الأمم المتحدة الخاص بالحق في المياه والصرف الصحي، من أن منع دخول الوقود لتشغيل محطة توليد الطاقة كان له أثر بالغ السوء. ولأن المياه أساس الحياة، فهناك خطر يهدد حياة الفلسطينيين في غزة إذا استمر الاحتلال في هذه الممارسات كما يقول مختصون. في حال ما استمر هذا الوضع سيكون هناك تأثير حقيقي على حياة المواطن الفلسطيني في قطاع غزة. المياه أمر ضروري وأساسي من أجل استمرار الحياة في قطاع غزة، سواء للاستخدام الشرب أو لاستخدام القطاعات المختلفة في قطاع غزة. ووصلت أزمة المياه والصرف الصحي ذروتها بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا في المجتمع، مما أثار المزيد من المخاطر التي تهدد صحة السكان في ظل عدم توفر المياه وانعدام القدرة الشرائية لتعبئة خزانات المياه المنزلية أو شراء الزجاجات المعبأة. أزمة قديمة جديدة ستزيد من معاناة سكان القطاع، بيد أن كل المحاولات القائمة من قبل المؤسسات الحقوقية وغيرها تنتظر الاستجابة من الاحتلال الإسرائيلي لتوفير المياه التي يحتكرها له. محمد أبو ناموس، الغد، غزة، فلسطين.